فضحت الشيخة جواهر القاسمي زوجة حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي كذب نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان بشأن مسألة صادمة. إليكم تفاصيل الفضيحة كاملة. في التفاصيل، كتب ضاحي خلفان قبل أيام عبر تويتر: قيل لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي أن فلان وفلان سبق أن أعطيتهم أراضي ولكنهم باعوها، وأضاف: قال أعطيهم، باعوها لأنهم كانوا محتاجين، وإلا من يجازف ويبيع أرضه إلا المحتاج، سلام الله عليه وعلى كل كريم. وعقبت جواهر بتغريدة تكذب خلفان: حديث مشكوك فيه، سألته وقال لم يحدث، للعلم فقط. الرد الذي وضع نائب رئيس شرطة دبي السابق في حرج شديد، حيث اضطر لحذف التغريدة الكاذبة والرد على الشيخة جواهر مرة أخرى معتذرا. ودون ضاحي خلفان في رده على زوجة حاكم الشارقة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنني قرأته في تويتر ولم يصدر أي تعليق على عدم مصداقيته. وفي إطار متصل، كان قد نشر ضاحي خلفان دعوة لاتباع سياسة التقشف مع توالي ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، ما عرضه لموجة انتقادات وردود حادة على موقع تويتر تضمنت سخرية وغضب من دعوته. وكتب خلفان: لو رجعنا لعهد التمر ليظل رضانا عن حكامنا كما هو، لكن البعض جن جنونه واستنكر دعوتي، معظمنا ليس لديه ترشيد للإنفاق. وأردف خلفان: نحن على الفقر وعلى الخير عشنا معهم، ولو تغيرت الأحوال ما نتغير، سنبقى عيال زايد. وبحسب موقع الخليج 24، أن 16.9% من الإماراتيين فقراء، فيما تتهم أبو ظبي بإنفاق مليارات على انقلابات وثورات مضادة في المنطقة. وتبدو في الإمارات الشمالية: الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة، فروقات واضحة بمستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة عن أبو ظبي ودبي. الزيادة في أسعار الوقود بدت تلمس خلال الشهرين الماضيين، وازدادت تحديداً مع بداية